للمزيد من المتابعة ينضم إلينا نضال عبيدي رئيس بلدية جنين. أهلا بك سيد نضال، ونسأل الله لكم السلامة أينما تكونوا. ضعنا في تفاصيل ما جرى في جنين وحالات المحاصرة والاقتحامات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي، وبعد الانسحاب كيف هو المشهد لديك في بلدية جنين؟ يعني بداية نترحم على شهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله للجرحى. يعني إحنا بداية يعني يوم أمس ما بعد يعني بعد الظهيرة بعد العصر تم اقتحام مدينة جنين من عدة محاور، وكم يعني كانت في كميات كبيرة من سيارات الجيش والآليات والعسكريات الإسرائيلية، طبعا مصحوبة دائما بجرافات، في كان الدخول في ثلاث جرافات. تم اقتحام مصارف وتم اقتحام محلات صرافي تعود ملكيتها لأصحاب يعني يعني مصارف خاصة. تم مصادرة الأموال من هاي البنوك وهاي المصارف، وتدحرجت الأمور وأصبحت في هناك اشتباكات. يعني يوم أمس كان في هناك 9 إصابات، 3 منها خطيرة، واليوم تم استهداف يعني أكثر من موقع للشباب، وتم يعني استشهاد 4 شباب موجودين في المدينة اليوم تم استشهادهم. الآن الجرافات الإسرائيلية والجيبات الإسرائيلية يعني الجيش الإسرائيلي عامة بعمل في مدينة جنين. تم تخريب شوارع كبيرة جدا وواصلة جدا ما بين جنين وما بين البلدات المحيطة بها، تخريب الشوارع، تخريب السيارات، ضربها، هدم أسوار مدارس، ضرب محولات الكهرباء، ضرب خطوط المياه، كل مصادر الحياة، حتى يعني أسلاك الهاتف تم تقطيعها وتم تخريبها، وتم ضرب المحولات جميعها، تخريب كامل، دمار كامل في جنين وفي المخيم، وحتى في يعني في شوارع وفي مقبرة تم أيضا يعني العبث فيها في الجرافات الإسرائيلية. دمار هذه المرة كان كبير وكبير جدا، وفي كل مرة بحاول الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي أنه يخلق جو جديد ويخلق يعني تخريب جديد في المدينة. هذا طبعا بيأثر على حياة الناس وبيأثر على يعني على سلوكه وبيأثر على يعني كل منشآتها. مخيم جنين وبلدة جنين معروف أنها أو يتم اقتحامها لأكثر من مرة في أكثر في أقل من أسبوع، وفي العمليات الأخيرة كانت هنالك استغاثات ربما صحية من قبل المستشفيات، وكذلك الواقع الإنساني. لو تضعنا في الواقع الإنساني الآن في بلدة جنين ومخيمها وكذلك الواقع الصحي. نعم، في كل مرة بيتم فيها الدخول أو اقتحام مدينة جنين أو مخيم جنين، بداية بيكون في استهداف لمحيط المستشفيات، وهذه دائما سمة معروفة صارت، قطع خطوط المياه، قطع خطوط الكهرباء، قطع خطوط الهاتف. هذه يعني هي سياسة ممنهجية، حتى انه احنا بتعرف يعني المستشفيات دائما بتحاول انها تقدم خدمة للمواطنين. فتخيل احنا يعني غسيل الكلى في المستشفيات، او اذا كان في هناك عمليات، احنا يعني ليلة امس او يوم امس كان في هناك ظلام دامس في مدينة جنين، كانت الكهرباء مقطوعة عن كل المناطق. اليوم تم استصلاح قسم منها وجزء منها، ولكن ما زالت هناك بعض المناطق تعيش بدون كهرباء لغاية الآن. التدمير اللي حاصل اليوم تدمير يعني غير معتاد، وفي كل مرة الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بحاول يعني يعمل تخريب أكثر مما سبق، حتى أنه يوضح للمواطن الفلسطيني والمواطن الجنيني وابن مخيم جنين أنه الاحتلال موجود والتدمير موجود والخراب موجود. نعم سيد نضال عبيدي رئيس بلدية جنين، وافر الشكر لك على مشاركتك معنا في هذه النشرة ووضعنا في واقع جنين بعد عمليات الاقتحام والانسحاب الإسرائيلي.